ما شاء الله التقرير وايد حلو فاطمه، يعني شفت الرسومات شلون يعني صراحة. فيها تفاصيل جدا مميزه ودقيقه وايد وايد حلو هالشيء هذا. واحنا يسعدنا ان تكون ايضا ضيفتنا سيده كويتيه ابرار الزنكوي فنانه رسم الازياء والموضه. صباح الخير، يعطيك الف عافيه. عافيتك، منورتنا. منورتنا اكيد ابرار في شاي الضحى. استمتعنا الامانه في رسومات وابداعك. اذا نبي نتكلم عن بداياتك في الرسم، شلون بلشتي في هذا المجال وقدرتي من خلاله توصلي للعالميه؟ انا صراحه بلشت وانا صغيره، كنت بروحي احب ارسم. زين، من وانا صغيره انسبريشن واي كان الفاشن والعرضات والسوالف، فكنت احب ارسم وياه. بعدين بعد فتره لاحظت ان كل ما اسافر اخذ افكار اكثر من كل دوله والكالتشر مالهم. زين، والصراحه الصراحه يعني لما اشوف وجه حلو يصير ابي ارسمه، لان الفن اصلا له علاقه بالجمال. نعم، فهذا الانسبريشن. وما ادري، يمكن كوني بنت فاحب الفاشن، فهذا الميولي اكثر حقه. نعم، بس وظفتيه بشكل وايد حلو بالفن اللي هو طبعا الرسم، اللي وايد ناس يحبون الرسم. انا بتكلم عن جزئيه وايد مهمه كنت وقت التقرير اتكلم فيها معك، اقول لك ان الانسان عنده موهبه لكن يكون مرات ما حد مكتشف هذه الموهبه، وايضا يكون في اشخاص هم يحبون هالشيء وهالمجال، يقومون اهلهم يدخلونهم مجال ثاني مختلف عن مجالهم. ايش كثر مهم انه يعني في مرحله الطفوله لما مريتي فيها، هل فعلا الاهل شجعوك بالبيت؟ حسيتي في تشجيع منهم؟ دخلتي دورات وانت بمرحله الطفوله؟ هو اكيد كان في تشجيع منهم، خاصه لاحظوا ان وانا صغيره كنت بروحي احب اروح ارسم بدون احد يكلمني او يقول لي ان رسمي. فتشجيعهم كان طريقه ان مثلا يشتون الالوان اللي ابيها، او مثلا اذا ما عندي شيء يقولون روح رسمي لا تضيعين وقتك. بعدين مع الكبر خذيت كورس واحد بس حق الديجيتال ارت اللي هو بالكمبيوتر يرسمون، فخذيت كورس بس البيسكس. بعدها بروحي مع اليوتيوب اللي يحطون برامج تعليم منهم، فشي تعلمت بروح ارسم، ومع التدريب اصلا الواحد يتطور. نعم، مع الخبره ومع الايام قدرتي تصقلين هذه الموهبه. يعني بالنسبه لمجال الرسم اللي انت خذيتيه حق نفسك، قاعد ترسمين الازياء والجمال، دائما اذا بنسال اي رسام نقول له شنو المكان الطبيعي اللي تقعد فيه او الطبيعه اللي تقعد فيها تحب ترسمها، لكن كونك ترسمين فاشن اكيد في مصمم ازياء انت خذيتي منه هذا الالهام، ودائما تحبين يعني تاخذين بعض الخطوط منه في رسوماتك للازياء. هو اذا مصمم واحد ما حد يختار مصمم واحد، في وايد مصممين. نعم، بس انا احب الديتيلز وايد، فالمصممين معروفين بالديتيلز نفس زهير مراد، صعب، فيرزاتشي وغوتشي مثلا، وش اسمه دولتشن جابانا. نعم، هذول ماي فيفرتس، انه في وايد ديتيلز باللبس اللي يصممونه، فلما ارسم احب اركز وادقق واحط وايد اشياء. عاد التفاصيل احس تكون اصعب، يبي لها دقه. الرسم احلى اصلا. اي ما شاء الله، واحنا قاعد نشوف دقه يعني بالرسومات اللي شفناها اثناء عرض التقرير. خلينا نتكلم عن مجال العالميه يعني ودخولك الى العالميه، واحنا ما شاء الله لما نقول ان سيدات كويتيات مبدعات دخلوا الى العالميه في مجالات عالميه، يعني عالميه دخلتي معاهم في هذا المجال مثل كويت ستايل، ماري كلير، جلامور هنغاري، وما شاء الله عليك انت بعد كويتيه من اصول هنغاريه. هل الشيء هذا هو اللي ساعدك انك انت تنتشرين للعالميه، ولا كان يعني خلينا نقول خطوه مبادره منك انت؟ هو شيء بالبدايه صراحه اللي دخلني اكثر ان ناس وايد عرفوا شغلي السوشيال ميديا، وايد ساعدتني. فبالبدايه الانستغرام بطلته، كنت حاطه بس شيء، قلت احط رسوماتي وخلاص. بعدين لاحظت ان في ناس وايد يسوون لي فولو، واللي انصدمت منه ان في سليبرتيز يعني من برا مشاهير ما توقعت يسوون لي فولو او يحطون رسوماتي عندهم وكذي. طبعا مشاهير مشاهير يعني ما نقول يعني ناس معروفين جدا. اي يعني عرضات ومصممين، وروبرتو كافالي مثلا، كارا ديلفين، وعرضات وايد بعد. واو. فبعدين انا حاطه بالبايو عندي ان انا كويتي هنغاريه، فبهنغاريا شافوا فبيشجعون بعد من طرفهم انه يعني واحده هنغاريه وترسم وهذا. فجلامر ماجازين كلموني وسويت انترفيو مع ماري كلير. فالصراحه جلامر ماجازين كان اكسبيرينس حلو، لان من وانا صغيره احب المجله هذه حيل. حلو. فاعطوني الحريه وانا ارسم، بس ارسلوا لي ايميل ان نبي هالشغل شي هالكوميشن، ترسمين وهذا الفكره وكذي، وعلى كيف ترسمي. والاحلى بعد انه حطوا رسمه على الكبر مال المجله، وداخل يعني كانوا حاطين اكثر من 8 رسمات، فحسيت انه صدق تشجيع حلو خاصه برا وكذي. نعم، يعني اسماء وايد حلو الواحد يحلم بشغله من طفولته ويقدر يوصل لها لما يكبر بالعزم والاصرار، وفعلا يعني قدرتي توصلين للعالميه وللمجله اللي كنتي يوم من الايام تتصفحينها وتتمنين تكونين جزء من هذه المجله، وصرتي يعني تتعاونين معاهم ورسوماتك تكون هي الغلاف. من بعد هذه الخطوه والانطلاقه للعالميه، اكيد في خطه حطتها لك في هذا المجال، شنو خطتك؟ هو في اشياء بس صراحه ما اقدر اتكلم عنها الحين.
بس ان ان شاء الله راح يكون في تعاونات بعد مع اسامي كبيره في مجال الازياء. ان شاء الله ان شاء الله. الطموح ما له حد وهذا الحلو، وانا قاعده اشوف واقرا الحماس في عينك ما شاء الله عليك. قدرتي توصلين لحبك لهذا المجال والرسم، توصلين للعالميه. اذا بنتكلم عن رسوماتك ايضا، ابرار قاعده ترسمين على ماتيريالز مثل اليلد على القماش، على الجيتار شفنا من خلال التقرير. كلمينا عن هذه الافكار، من وين تستوحينها؟ اوكي، هو كبدايه اتوقع اي شخص يرسم او عنده ابداع باي ناحيه، الشخص هاي لازم يكون يمل بسرعه، خاصه ان الشيء مثلا خلينا نقول اذا ارسم على ورقه بس طول حياتي راح امل. فشوي شوي بديت احاول اكتشف اشياء ثانيه، فاخذت مره جنطه قلت خلاص ارسم عليها، رسمت وانا شخصيا انصدمت اني قدرت ارسم عليها اصلا، بعدين صار في الاوردرز وايد عليها. بعدين كلموني مثلا فريق تجاريات بالكويت ارسم معنا على الاطواف بالكويت، فكنا عندهم مشروع انه يجملون يعني الشوارع هنا، فرسمت وياهم ومره ثانيه انصدمت انه اصلا قدرت ارسم على الطوفه، وكان سهل وما متوقع انه صعب. وبين يعني شوي شوي في مرات الافكار تجي من الناس نفسهم اللي يطلبون من الشغل، يعني كجيتار ولا مره كنت مفكر ارسم على جيتار، فطلبوا مني ونفس مره ثانيه انصدمت اني قدرت اصلا ارسم. فاتوقع لما الواحد يتدرب ويجرب اشياء جديده راح يكتشف باشياء بنفسه ما كان يدري انها موجوده اصلا. والله حلو صدق لما الانسان يكتشف انه هو كان يقدر لكن ما كان متوقع النتيجه هذه الحلوه. ما شاء الله عندك وايد صور اكيد تحتفظين فيها، واعمال انت عندك موجوده في البيت تحتفظين فيها، لان الامور هذه لازم فعلا تكون لك يعني مثل خلينا نقول مرجع، ان اي احد يبي يشوفها عندك في البيت ممكن يطلع عليها. طيب خلينا نتكلم عن مشاركتك في سوق المباركيه، يعني هذا السوق التراث الجميل والحلو بالكويت احنا كلنا نعتز به، ايضا يجونا ناس وسواح من برا الكويت في سوق المباركيه، ولك لوحه جدا متميزه وكلنا نحب الشخصيه هذه، كلميني عن تجربتك. هاي التجربه مره ثانيه كانت مع جداريات، زين فكلموني قالوا انه في طوفه كبيره، فكنا اكثر من رسام مشاركين فيها، فانا اعطوني الزاويه اللي رسمتها عائشه المرطه، فالثيم كان قالوا هاتش عائشه المرطه رسميها، فلما شفت صورها كلها قديمه قلت بسويها بطريقه مودرن، فالطريقه رسمها مثل بوب ارت ميكس مع يعني الارت اللي انا اسوي ستايلي عشان يبين شغلي. هذه هي اللوحة على الهواء عشان بس يشوفونها الناس اللي ما راح سوق المباركية ما شاف المكان هذا، لازم يروحوا ياخذ سيلفي مع الصورة، مبينة صغيرة بالصورة. نعم هي كبيرة، انا شايفتها بصراحة الرسمة يعني معطية لمسات جميلة للمكان الحلو اللي الكل قاعد يزوره، يعني خاصة في هذه الأيام الجو وايد حلو، الكل قاعد يروح سوق المباركية سواء من الكويت او حتى زوارنا اللي قاعد يجون المكان الجميل. تكلمينا ايضا على هالرسومات على الجداريات هذيل، صح؟ اوكي، هذه كانت اول تجربه وياهم، كنا مجربين صوب اذا مو غلطانه ولا جمعيه القصور، كان في طوفه كبيره تشي فاضيه وايد حلوه، فثانكس، فقالوا سووا شيء عن تراث. اوكي، فحاولت ادخل طريقه رسمي مع تراث، شلون شيء لبست هالبرقه اللي الذهب نفس ايام قبل، فهاي كانت اول تجربه وياهم والكل عجبها، فبعدين وراها كانت تجربه المباركيه. حلو، تجربه المباركيه برجع لها انا، يعني ما شاء الله كانت اللوحه وايد كبيره الجداريه اللي رسمتيها، خذت منك ايام اكيد، وهي بعد يعني اكيد احتجتي وايد ادوات تستخدمينها بعد. هو شوي انا استخدم بس فرش وصبغ طوفه. فقبلها كنت ما راسمة بحديقه رفيجتي 3 امتار بمترين ونص تقريبا طوفه. ما شاء الله خلصتها بست ساعات، بس قلت لها لا تكلميني، حطيت الهيدفونز وبروح رسمت. بس المباركين واحنا نرسم طولت يومين بس، يعني يوم ثلاث ساعات يوم مثلا اربع، لان في ناس يسالون شو ترسمين، فكل ما يعني قاطعونك راح تطول اكثر البروسيس، بس لو تخليني بروحي عادي اخلصها بخمس ساعات. ما شاء الله ما شاء الله، هذا لان عندك الشغف والحب انك انت تنهين شغلك بسرعه وما تاخذين فيه وقت، عندك تبين تشوفين النهايه اتوقع. وانا على فكره ما احب اخلي شغله اكمله بعدين امل، فلازم يا اخلصها او بعدين عادي ما اخلصها اخليها انسى اي شيء بالضبط تبلشين لين ما تجي لي اكملها اصلا. حلو، يعني بصراحه مبدعه ابرار في شغلك وشغفك وحبك للرسم واضح من خلال اعمالك وابداعاتك. إذا أنا بنتكلم عن كرسومات على الطوفة كجداريات، مو مفكرة مثلاً مشروعك إنه أو تدخلين في خط الديكورات البيت إنه ترسمين رفيجاتك؟ أكيد قبل شوي قلتي طلبت منك رفيجتك إنه تكبرين الموضوع يكون مشروع. هو حاط عن الفكرة ببالي، زين قاعد أشتغل عليها إن شاء الله، فبس تكون جاهزة أنا كل شيء أحطه على الإنستغرام، يعني ما في أحد ما يشوفه، فهاي كأحسن طريقة حق الماركتينج حق الشغل. بس أوريدي رسمت على فرسان قبل، الصحون استخدموها كديكور على طوف واشياء، فأريد دشيت شوي بهالمجال اكثر، بس
من بعد ان شاء الله اخلي يعني في مشروع ان شاء الله يا ربي، والله يوفقك يا رب. فعلا موهبه جدا حلوه ومميزه، والحين انت رحتي الى خلينا نقول العالميه بعد كاسم امراه كويتيه، وحطيتي بصمه جدا مميزه في يعني مجلات معروفه جدا، فصار لك اسم هناك ايضا. يعطيك العافيه. كلمه اخيره اذا بتقولينها حق المشاهدين قبل ما نختم حوارنا معك. بس احب اشكر كل اللي يساندوني، ودائما يكون في positive support على وذر السوشيال ميديا او لما يجون ويمدحون الشغل وشي، لان هالشيء وايد يشجع الواحد انه يكمل الشيء اللي قاعد يسويه. نعم، كل الشكر لك ضيفتنا المبدعه ابرار زنكوي، نورتينا في شاي الطحان. عفوا، نورتنا. دائما سيدات الكويت لهم بصمه في كل المجالات. في فقرتنا الجايه ايضا في ابداعات ومشاريع منزليه مع الاستاذه هنادي ملا يوسف، راح نشوف كل هذه المشاريع.